ولذلك احنا يعني شوفوا هذا هم الشيء بالشيء يذكر، لما نحن نصر إصرارا شديدا على المؤمنين في مسألة الشعائر الإسلامية والحسينية المقدسة، والتي من بينها كمثال قضية المشي على النار أو الجمار حتى يذيق الإنسان نفسه ألم الطاعة، يعود نفسه على تحمل الألم. شوفوا عين، أنا دائما أضرب هذا المثال، حقيقة هؤلاء المعادين للشعائر جهلة ما يفتهمون أصلا فلسفة هذه الشعائر أو الغاية من ورائها أو الحكمة من ورائها. شوفوا المطلوب من العسكري ما هو؟ أول ما الإنسان ينضم إلى العسكر إلى الجيش ماذا يطلبون منه؟ مناورات، تدريبات ومناورات. هاي المناورات طبعا يقع فيها كثير من الحوادث، أحيانا يقع فيها قتل، من قتل بالخطأ أنه يتناورون بالذخيرة الحية، يقع فيها أحيانا عاهات مستديمة، تقع فيها مشاكل كثيرة. لكن يقول لك هذا شيء واجب، لأنه بدون ما يعتاد على مقاسات هذه الظروف وأجواء الحرب ويتعرض إلى هذه الآلام، يجوعوهم، ما أدري، يوقفوهم ساعات تحت الشمس، ما أدري، أكو أنواع من العذاب يتلقاه هذا الجندي، صحيح؟ بس ليش هكذا؟ يقول لازم أقويه، لازم أخليه يستشعر الألم، يتجرع الألم، حتى لما يروح إلى الحرب ما يقول أيو أي، ما يقدر يقاوم، ما يقدر يقاتل، ما يصير هذا. لابد تشحذ هممه بهذه الطريقة. مسألة تعويد الجسد على الآلام هذه مسألة جدا مهمة، أصلا الشرع جاء في إحدى فلسفاته وإحدى غاياته وحكمه في هذا الاتجاه. يعني ليش نحن نصوم؟ حتى نتألم شيئا ما، نشعر ألما. ليش نروح نحج؟ والحج خو تدري كله آلام وعذابات، أكو واحد يرجع من الحج مو مريض؟ ماكو. وأحيانا يقع بالحج أيضا موت، يعني ناس يموتون بالحج، اختناق يصير يموتون، يسقط من الجسر يموت، ماشي كده، تدهسه سيارة يموت، خصوصا بالاندفاع هذا، إذا شايفين الأخوة اندفاع، لما النفر يصير من النفر من عرفة إلى مزدلفة، جدا هاي لحظات حرجة، فيصير تدافع وباصات وسيارات وكذا، جدا شيء يعني صعب، وكم واحد يروح أيضا يموت في هذا الاندفاع الصعب. فمع ذلك الأمر مطلوب والأمر مهم. فواحدة من أسباب أو غايات أو الحكمة اللي من وراء المشي على النار والجمر، إنه الإنسان شوية يعود نفسه على الآلام، التطبير نفس الشيء، شوية يعود نفسه على الآلام والدماء، مع أنه الألم لا يكاد يذكر أصلا، يعني حتى من العيب نحكي أصلا أنه أكو ألم في الواقع، لأنه هاي إحنا دا نروح ودا نمشي ودا نضرب وكذا، ما نشعر بأي ألم حقيقة يعني. يعني أنا شخصيا ما أشعر بألم، ما أدري بعد الإخوة يعني يشعرون، ما أظن، ما سمعت أحد أنه يشعر بألم معتد به يعني. أما نوع من أنواع التدريب العسكري فليعتبر، لأنه الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام حينما يظهر أمامنا حروب، مو أمامنا قضية هينة، ورانا حروب ومشاكل ومواجهات وأنظمة، الأنظمة العربية كلها ما راح تسكت لما الإمام عليه السلام يعلن عن ظهوره، كلهم راح يشنون حروب علينا وعلى الإمام، فإحنا أمامنا حروب كثيرة.